أخرى. اللي متابع برنامجنا، إحنا الأسبوع يوم الخميس اللي فات رحنا معرض تراثنا اللي بتقيمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، ورحنا صورنا، دخلنا الساعة 11 ونص تقريبا، قعدنا لغاية الساعة 3 فصورنا كمية كبيرة جدا. ودكتورة نيفين والمسؤولين عن المعرض قالوا لو هتيجوا الجمعة احنا ممكن نمد يوم لربما يجي ناس يعني عشان خاطر المبيعات تكتر ويتفرجوا على الصناعات الجميلة بتاعتنا. فزيعنا امبارح جزء، وكان الجزء التاني لسه ما خلصش، لان كان صعب جدا ان احنا نخلص 3 ساعات اولا ناخد منهم المادة اللي هنعرضها. وانا اسف طبعا بعض الناس ممكن تزعل لانه سجلنا معاهم مدة اطول، لكن ما نقدرش نزيع يعني، ده كله هيبقى صعب جدا. فحاولنا ننوع كده حاجات، ولكن كل اللي صورنا معاهم طلعوا. وبعتذر كمان اللي في ناس ما صورناش معاهم لانه كانت الصناعات متشابهة، لكن طبعا الشخوص مش متشابهة. ان شاء الله ان شاء الله، قلت لهم ان شاء الله السنة الجاية اذا كنت انا موجود او يجي مذيع تاني يكمل المشوار في هذه الاشياء، الصوابع المصرية الجميلة اللي بتغزل احلامنا وبتداعب خيالنا كده، زي ما قالت نعمات اللي من غير امل ما يبقاش عايش. فعايزان شان تاخد الامل هنقعد نقول نصايح ومش عارف فلان قال ومين قال وعمين قال، لا نسيب كل ده، خد الكلمة من نعمات ومن غيرها ومن غيرها ومن غيرها من نماذج في الحياة، زي ما شفنا امبارح هشام. شيء مش معقول يعني. انا اتمنى ان احنا نبقى نزيع تقريره كل شوية عشان يديكوا نوع تحسوا ان الحياة فيها ناس كويسة طول الوقت. تعالوا بقى نروح مع تراثنا وتتفرجوا على الحاجات، ان شاء الله تكون حلوة، ونرجع تاني ان شاء الله. صغيرة كده ومحشية. ازاي صغيرة كده ومحشية؟ لا يا عمر. لا مش هيك، وهي واحدة كويس. اقول ايه؟ صباح الفل. صباح. قولي لي يا حاجة ايه الحاجات الحلوة دي؟ طب اقول ايه؟ لا ولا حاجة، عرفيني بنفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا الحاجة نجاة صاحبة مشروع صغير، وعندي بنات. بدأت مشروعك امتى يا حاجة نجاة؟ من حوالي 30 سنة. 30 سنة. 30 سنة. بدأتي فين؟ في مانيا للروضة بشقة صغيرة. كانت شقتك ساكنة فيها؟ لا. شقة خاصة بالشغل، والحمد لله ربنا وفقني والتسويق عنها. ايه اللي خلاكي فكرتي اصلا انك تعملي المشروع ده؟ بحبه، بحب المطبخ. فهو ده الدافع الاساسي ان انا عملت يعني. وبعدين شجعتني طبعا الوزارة وغدا. ادوكي قرض؟ لا خدتش قرض. والدكتورة غادة هي صاحبة الفضل عليا، لان عملت تسويق كتير وبسوق برضو. دلوقتي انت عندك معرض في المنيل ولا حاجة؟ لا، عندي شقة في الروضة. اوردرات كبيرة في الروضة. في لسه موجودة. موجودة الحمد لله. انت بتعملي كل الحاجات الصغيرة دي؟ كل الحاجات الصغيرة. وايه الفكرة في انها اولا التحتية دي محشية؟ محشية الصغيرة دي محشية. خد. وبعدين خدش تصوره بزمة. احنا متميزين بالحاجات الصغيرة. صورني انا باكله بقى. كل ده بقى يا راجل. فرغيني بقى. اتفضل. ده برضو محشي عجوة. وده دي حضرتك بقى حاجة نجاة دي بتبيعها بكام؟ دي ب50. ب50؟ دي نص كيلو؟ لا ربع. ربع. فيه اللانكشاير. افتح بقى. لا انا مش عايز ابوظ العلب. لا 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 هتبوظ. لا معلش خلينا بس. والله لا بس استني. وده بسكوت. وده بسكوت. انت بتعمليه في اللي عندك في البيت؟ يعني في الفيلم. ازاي بقى قولي لي يعني تصحي الساعه كام وتعملي ايه عشان تطلعي لي المنتج؟ عندي بنات 9 بيشتغلوا معاكي، وفي رمضان ممكن يوصلوا 15. انا اكلمك بالتليفون اللي عايز كذا وعايز كذا ونبعت ناخد، ولا بنتي بتبعتي؟ لا حضرتك بتبعت سيادتك تاخد من عندك. طب فرجينا بس على الحاجات بتاعتك الحلوه دي. ايه ده بقى؟ ده باتون شاليه. يا سلام. لا ما تفتحيش كده والله. وانما تبوظي ابدا ابدا. اتفضل. حاجه نجات كريمه جدا. الله يكرمك يا حاجه نجات. والله بحبك والله يا استاذ. الله. انا كنت محاسبه في شركه سيتي الادويه. الله.
الحمد لله. بدات ده كله بعد ما خلصتي؟ بعد ما بعد ما طلعتي معاش. انا 67 سنه ما شاء الله. الله 76 سنه. كويس. يعني ايه بقى الدكتور حركه؟ مين تحركيه زي ما انت عايزه؟ 76 يمشي 67 يمشي. ربنا يديك الصحه. وانزلي كل يوم الصبح تشتغلي. لا لا انت شرفت المعرفة. لا بالعكس، كل يوم الصبح تنزلي بقى تقعدي في الشقه. لان الشقه قريبه من شقه فيها الفرن. فيها الفرن. فيها الفرن. تقعدي انت ايه علاقتك بالعجينه يعني؟ لا انا وبنعمل حمام وكل الاكلات كلها. حمام واوردرات، ممكن ديك رومي، ممكن خرفان، كل حاجه. انت بقى تشرفي. تشم الريحة تعرفي ده تمام ولا أكيد يا مراقبة الجودة. طبعا. أنا اتبسطت معاك. نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. وإحنا سعداء بتكريمك في معرض التراث. ربنا يخليك. سي يا فندم. ربنا يخليك القاسم. لو كنا جينا من دقيقة بالظبط كنا هنلاقي سيدة نايمة. سيدة مستخبية هنا. اطلعي سيدة. اطلعي سيدة. سيدة مش عايزة تصور. احنا في عالم الكروشيه. انا عايز افرجكم قبل ما نتكلم مع الانسات والسيدات. بص الحتة عاملة ازاي. شوف الشغل. ده قطن مصري 100%. ودي صناعة مصرية. بص التحفة. الحتة دي بمية جنيه بتباعها. وعلى خلي بالك دي يعني ممكن يلبسها 10-15 طفل يتبادلوها. كل ما يكبر اللي بعده يلبسها واللي بعده يلبسها ولا هيجرى لها حاجة أبدا. انت ستة كمان. اتفضلي احكي لي قصتك. قصتي عن ايه؟ فيه والله ما حسيبك يا سيدة. انت مش انت اللي جايباني؟ امسكي. مش انت اللي جبتيني من هناك؟ ايوه. طيب عرفيني بنفسك بقى. انا اسمي صفاء. شغلي كروشيه. ده هواية من زمان طبعا، حبيت انمي الهواية بتاعتي دي. انت منين يا صفاء؟ من شبرا. من شبرا. سلام شبرا دي بنحبها دي. فحبيت انمي الهواية بتاعتي. بدأت اشتغل اول في البيت طبعا، كل حواليا بدأوا يقولوا يعني شغل كويس وكده، وبقيت ابيع. فاشتركت اولا كان في الاسر المنتجة. كم سنة؟ بقالي حوالي 4 سنين تقريبا. بس يعني حبيت الفكرة، وطبعا الشغل داخل البيت طبعا، بما ان انا سيدة وعندي اولاد. توسعتي بقى؟ توسعت بقى. جبتي بقى ناس اصدقائك بقى؟ جبت وناس بقى ناس معاك. بدأت تشتغل معايا في بيتك من لا كل واحد في بيته. كل واحد في بيته. كل ست بيتها بتشتغل وانا اديهم الخامات الخيط وكده، وبعدين يشتغلوا واخد الشغل منهم ابدأ اسوق. تمام. اخي اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ منين؟ من جماليه. جماليه. الشغل ده بتاعك انت اللي بتعمله؟ شغل تراثنا بتاعنا. تراث يعني اجدادك؟ اساس بتاعنا احنا عاملينه. لازم عشاء. شغلنا انت بتعمله ده؟ ده شغلنا الاساسي. انت بتعرف تشتغله بنفسك؟ طبعا طبعا. ورشتنا شغلنا احنا. ورشتكم في الجماليه؟ في الجماليه. منبع التصنيع كله. ايه في المعز يعني ولا ايه؟ لا الجماليه حاجه وشرم المعز حاجه. يعني اخرها جنب نفس القصه. مش بعيده. وبتيجي المعرض كل سنه؟ كل سنه موجودين في المعرض. شغلكم حلو قوي. صباح الفل يا شباب. انتوا بتبيعوا الحاجتين دول ولا انتوا حاجه دي بس؟ هو ده الوادي الجديد وكده. ده الوادي الجديد؟ الله. شغل الوادي الجديد ده بيجيبوه من الوادي الجديد لغايه هنا؟ نعمله في الوادي الجديد ونجيبه هنا. وليكوا مكان في مصر هنا في القاهره؟ بنوزع على جلريات او على اماكن في مصر. بقالك كتير في الشغل ده؟ 12 سنه تقريبا. وانت بتيجي المعرض ده باستمرار؟ كل معرض. وده بتعمله بايدك انت؟ معانا مجموعه بنات في المشغل بيشتغلوا. بيعملوها في قد ايه دي؟ يعني تقريبا 2 ساعة ونص. لطيف والله. وبتبيعها بكام دي؟ 45. انت بتشتغل يا حميد؟ بشتغل. تعالى وريني بتشتغل ايه؟ فرجني على حاجه انت عاملها. الخوص. انت بتشتغل في الخوص؟ من زمان يا عبد الحميد؟ تقريبا 8 سنين. انت ما اتعلمتش؟ انا في دخلت مدرسه؟ انا في ثالث ثانوي. ثالث ثانوي؟ ثالث ثانوي. وبتشتغل وانت بتذاكر؟ ليه؟ عشان الحياه، ظروف الحياه. محتاج الفلوس وفي نفس الوقت شغلك كويس. الشغل حرفه. وفي نفس الوقت تتعلم تستفيد. مستفيد. عندك اخوات يا عبد الحميد؟ اتنين. بيشتغلوا برضه؟
لا صغيرين. صغيرين. منين انت؟ من الوادي الجديد. الوادي الجديد. صباح الفل. جمعية أبناء سينا. جمعية أبناء سينا إن شاء الله. امسك بقى الميكروفون وكلم بقى زي ما أنت عايز. قول لي إيه ده عسل؟ ده إيه عسل موالي حضرتك، ده زعتر. زعتر. آه. ده الزعتر السيناوي. الزعتر السيناوي إن شاء الله. الله حلو قوي. بكام دي بتبيعها؟ دي بتتباع ب 10 جنيه. 10 جنيه. وده عسل إيه بقى، برسيم ولا عسل موالي؟ إيه؟ لا لا الموالي حضرتك. ما عندكش عسل جبلي هنا؟ لا بنجيبه بالطلب الجبلي عشان السعر غالي طبعا. اه طبعا. وده ايه ده؟ اه ده زيت زيتون سيناوي برضو. اه منتجات سينا كلها. اه كلها حضرتك. شغل هاند ميد بتاع سينا. الشنط. ودي ايه دي؟ واللبس. دي دقه برضو. دقة. زي الزعتر بالظبط. آه. اه اه. وفي هنا اللبس السيناوي طبعا كله شغال. انا عندي 650 بقول 650 حاله. آه اسم حضرتك ايه؟ بشير. بشير. شغل. انت معاك 650 اسره. 650 اسره. آه. بيعملوا الشغل ده. بيعملوا الشغل ده. 650 اسره. 650 اسره في الجمعيه. الفتيات اللي شغاله معايا في المشغل. الفتيات بيعملوا الشغل ده. هم اللي بيعملوا ده. 38 بنت في المشغل شغالين معايا بيعملوا الشغل ده. اه وانت بتيجي تعرضه هنا؟ اه احنا بنجيبه ونعرضه لهم هنا كله. شغل الجمعيه. شغل حلو. ان في سزايد مصممة فن 3G. اه ده الفن دوت بنرسم الطبلوهات بالزيت وبعدين نبتدي نطعم الطبلوه بالاحجار الكريمه وبالشغل عليها. ومثلا لو في عروسه اعملها بفستان فرحها، لو في مثلا يعني مناسبه خطوبه اي مناسبه برسم الشخص وممكن بقى حاجات من التراث. اه ترسمي الشخص نفسه. نفسه يعني 3G. يعني دي واحد عايز يشتريها اوكي، انما ممكن ترسمي الشخص نفسه بالظبط. البنت وهي بتتجوز، البنت في عيد ميلادها بالظبط. وبعدين كله بالطعم بالاحجار الكريمه. انا بس عايز اطلع دي تفردها كده لانها مش واخده حقها بصراحه، يعني عايزه تتشاف كويس. ايوه. يكلف كام الصورة دي؟ حوالي 2000. 2000 جنيه. ايه السيدة اللي تتعمل في صمت. انا بشتغل على وكأنها غير موجودة، لكن هناك صوابع ذهبية. بشتغل على النور. انت بتعملي ايه؟ آه. ده بعمل عقد شديد البدائية. بتعملي عقد؟ اه عقد. بص حضرتك زي حضرتك ده. ايه رقم ده؟ يا سلام. يعني الله. في نفس الوقت يطلع بيطلع النتيجه. مش محتاجه تحط بتعملي اي. بتعملي عقد كده؟ اه. يا خبر ابيض على الحلاوه. ده بتبيعوه بكام ده؟ يعني في حدود مثلا 300 400. اه انت بتعملي بقى الحته دي؟ بعمل القطعه وبعد كده بركب عليها الاكسسوارات اللي من تحت. بتعملي واحده واحده؟ بالعدد. 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 يعني بشوف الخرس الصغير ده. بشوف الخرس هنا. سنة. يعني ده انت مخك هيفك بقى شويه. يعني بقى لي فتره كده 5-6 سنين في الموضوع ده. مبسوطه جدا جدا. شغل ممتع. بتعدي الخرزه خرزه. يعني انا دلوقتي بشوف ده مثلا الباترون العقد. بعد بقى اشوف انا في الصف الكام بعد الخرز. انت بتاخدي اللون من هنا لون لون. اه يعني الالوان يعني مختلطه ببعضها. اه يعني بنقي بقى الالوان. تصور انك ضايقتيني. يعني انت بتنقم الالوان دي الاحمر والاخضر والاصفر وال بالظبط. وبنقيه بالظبط اللي هي الاخضر فيه كذا درجه. ولو جيت اتلخبطت بشيل الخرز كله وبعيد من اول وجديد. فاهمني؟ بص هو بص ده مش مثلا كل لون في علبه، دي كل الالوان بتاعت الورده في علبه واحده. وهي بقى اسمك ايه؟ زينب. بتقعدي قد ايه يا زينب في البتاعه دي؟ يعني لو عقد زي ده اقل حاجه بيبقى شهر ونص. العقد كله؟ اه عشان اعمل القطع دي واعمل الحاجات اللي من تحت. وحضرتك بتبيعي 300 جنيه؟ اه. وهي تشتغل في شهر ونص؟ لا هي ليها مرتب بجانب ان هي بتاخد نسبه على المبيعات. اه. هي مرتب شهري وبتاخد نسبه. مواجير بقى الفن ده اللي انا بدخله كمان في اللوحات. يعني الحاجات اللي هي مشغوله دي يدوي بتخش كمان في اللوحات الفنيه. فبتعلي قيمه اللوحه. وبعدين بره اما بيسمعوا قد ايه الدقه واخد وقت قد ايه. وبره طبعا الاسعار غير هنا في مصر. احنا هنا في مصر ده وشه زي ظهره. اه نظيف. ما هي خرزه. يعني ده بص حضرتك ده شكله في اللبس. جمال سينا صورنا زيت الزيتون ده بكام الازازه دي؟ الازازه عامله 80 جنيه.
انتي نحتله؟ هي انتي شخصيا؟ وايه اللي خلاكي اتعلمتي الشغلانه دي؟ هوايه. اشتغل اشتغل اشتغل. اسمك ايه؟ عامر شحاته. عامر قال لي المتحدث الرسمي مش موجود. قلت له احسن الحمد لله. احنا عايزين الايدين الحلوه دي. الله يبارك فيك. الايدين الحلوه دي اللي بتعمل الحاجات الحلوه دي. النول ده بتاعك؟ طبعا الجمعيه. مشتري جاهز. مشتري جاهز. وبقالك قد ايه بتعمل كده؟ يعني متعلم فيها وانا عندي 10 سنين، عندي 35 سنه دلوقتي ولا 25 سنه. ما شاء الله ربنا يديك. بس بفضل الله تعالى فهمتها من الالف للياء يعني. من تصبيغ لشغل لكل حاجه يعني. اللي بيحكم الصوف بتاعك الالوان دي؟ بس تتغير بعد شويه لما تمشي. ده الالوان بمشي على الرسم ده المستايل لحضرتك. تمام. بطلع حاجات، ممكن اطلع حاجات يعني حضرتك كده شايف ان في كحلي يعني انت. تمام. انا مغير الكحلي مخليه نظام ستايل تاني بالظبط. بيمشي مع ارضيه السجاده حضرتك. بيمشي مع تنسيق الالوان اللي انا بدخله عشان تعجب الزبون او تعجب التاجر. خلاص انت فهمت ان اللون ده هو ده بالظبط ومشيت على كده. تمام كويس. اللي دلوقتي مفيش رسمه هنا ولا حاجه. ما انا بشتغل من دي. ممكن بقى حضرتك في حاجه تانية زي حضرتك بتشتغل بالنظر كده؟ تمام. لازم يبقى في بعد. ممكن في حاجه تانية حضرتك ممكن اقطع ده كده. بوظت السجاده. لا ما بوظتش حاجه ابدا. بروح موصل له حاجه تانية. ده علاجات للشغل. عملت كده ليه؟ عشان اوضح لحضرتك ازاي اليدوي بيتعالج وانت شغال عليه من غير ما يبان. خلاص تربطها ومشي الحال. لا عادي تمام. تقوم عليها صوف هيخش هتبقى تمام. حديد بالظبط. تثبت كده حضرتك. تروح رميها في الضهر. بعد السجاده ما بتخلص بنبدا ان احنا نحرق. تشيل لو بنحرقها في المغسله. اسمها بنحرقها. تحريق. وبعد كده لو الالوان دي مش عجباني حضرتك بروح مديها نوع اسمه نوع برجمانات. ببدا ان انا ممكن اغير الاحمر ده اخليه درجه نحاسي. يا سلام. طبعا ممكن اخلي الابيض قفيه على حسب المستوى اللي حضرتك. الوان معينه ممكن توديها الالوان معينه بالزبط. بس ما تقدرش تغير كل الالوان بالوان ده. لا طبعا. لا طبعا. لانما انت حضرتك تبص لدي وتنقلها هنا. وانا لان حضرتك زي ما حضرتك شايف دي اللي هو الجزء ده كده اللي هو طالع من لحضرتك اهو. وبعد كده بيمسك في دي اللي هي دي. وبعد كده انا شغال في الجزء ده. او حضرتك تقول انا فين دلوقتي؟ ده كويس جدا. انت بتسالني انا؟ طبعا. انت حسب الرسمه دي انت خلصت الورد. ايوه ده تمام. وطالع كده بالظبط. يبقى انا طالع كده. هنا دلوقتي حضرتك بتاخد منك قد ايه السجاده دي؟ حته زي دي لو انا قاعد عليها لوحدي كمدرب مش كبنت تعليم او عيل تعليم مثلا. لا انت بتشتغل كمدرب. بياخد انت اسمك عامر لا صانع مدرب. يا مدرب يعني ايه؟ يعني صانع يا فندم. يعني فاهم يعني زي حسين بدري كده وميدو كده ولا ايه؟ احنا بنسميها مدرب يعني صنايعي. بالظبط يا فندم. ادي اول مره اسمع الحكايه دي. انا فاكر مدرب يعني بتدرب ناس. لا لا مدرب يعني انت دلوقتي مدرب شغال الحته دي مدرب تخلصها في قد ايه؟ دي قد ايه لو هتطلع ايه متر؟ دي هتطلع حوالي بتاع نص متر. نص متر. تاخد من 10 ايام ل 11 يوم قاعد كده. والساعه كام للساعه كام؟ بناخد وقت حوالي بتاع 7 ساعات من 7 ساعات ل 8 ساعات شغل في اليوم. شغل بس طبعا هي مش متعلقه على الحته الصغيره دي بس انا بعمل شغل مقاسات كبيره. مفهوم مفهوم مفهوم. انت دلوقتي بتعمل الحته دي بالظبط يا فندم. بس ممكن يبقى عندك نول اكبر. تمام يا فندم. طيب الناس لما تعوزش تعمل حاجه خاصه عندك انوال متعدده. تمام. لغايه كام متر؟ لحد 3 في 4. 3 في 4. مفيش اكتر من كده. وفي 5 في 6 بس. 5 يبقى نول مخصوص بقى. يبقى نول خاص. وال 5 في 6 دي بتاخد وقت قد ايه؟ لو هي بتشتغل حرير بتاخد من سنه ونص لسنتين. اوبا. لان شغل ضيق. ولو بتشتغل صوف؟ ولو بتشتغل صوف بتاخد لها حوالي يعني من 5 شهور لست شهور. مع شغل الانتاج. اللي هي كام؟ اللي هي الخمسه في سته. دي السجاده كبيره. طبعا. طب وامال 2.5 اللي هم العوام 3 2.5 2.5 في 3.5 تاخد لها حوالي من شهرين ونص لثلاث شهور. صوف. تمام يا فندم. الحرير تاخد اكتر يعني. الحرير طبعا عشان الكبسه بتاعها ضيق. والمطلوب اكتر الصوف ولا الحرير؟ دي حرير دي. دي حرير بتاخد كبسه ضيق. بيبقى حوالي 70 خط في ال 10 سم حضرتك بطول. بعمل 70 خط كده. بمسك الدفن كده حضرتك. ده بسميه خط. وبعد كده بثبت بحاجه اسمه دفن ده حضرتك. هو ده. لو حرير بضطر ان انا اعمل كده. عشان تديني القماشه نضيفه. لو بتبقى الحنين شويه. بتبقى كده حنينه بمشي على مستوى الدرجات اللي هي الرسم. عندي حضرتك المربع ده 6 في 6. 6 عقد بالعرض اللي هم العقده دي وست خطوط بالطول. وانت بتشتغل فين بقى؟ انا شغال في عندي مكان في كرداسه
في كرداس. اه يا فندم. وبعمل شغل في الفيوم. اتمنى من حضرتك بس ان يكون في حاجه ان احنا نقدر ان احنا نوزع شغل، يعني ما عندناش تسويق للشغل. يعني انا بعمل الشغل حضرتك. الشغل زي ده ما توزعش ازاي حضرتك؟ انا بعمل هو عشان طبعا هو ده مش مقدوره ناس كتير حقيقه، لان الصوف غالي والحرير اغلى. يعني السجاده دي مثلا مش تخش لها مش في اقل من 7-8 آلاف جنيه، لان دي حرير. لو صوف هتخش لها في 3-4 آلاف جنيه مثلا تقريبا كده. فطبعا دي مش مقتدر كل الناس، لكنها صناعه يدويه ممكن تتباع في العالم كله. اشوف الشغل الجميل، الالوان الحلوه. طب اتفرجنا على السجاجيد بقى. تحت عمرك. عامر تحت عمرك يا فندم. طب بس هتعرف تقومني؟ عرفني بنفسك. انا اسمي عبد القادر عبد السلام موسى. سكرتير مجلس اداره جمعيه الكليم بفوق اصحاب الجمال. كويس. ده ما شفتوش؟ انا بشوفه ماشي كده من قديم. احنا اللي بنصنعه بس. عملته كتان منه؟ طورنا نفسنا. ده حلو قوي. بنصدر بره طبعا. طبعا ده منتج جديد في الصناعه. وعندي منتج قطن صافي. فين منتج قطن صافي ده؟ ده قطن من ده كده سيادتك. انا هندسي. وايه المشاكل اللي عندك؟ المشاكل اللي عندي احنا كنا 15,000 عامل في مدينه فوق محافظه كفر الشيخ. 15,000 عامل في مدينه فوق كفر الشيخ. ايه اللي حصل؟ اصبحنا دلوقتي ما طلعوش 1800 عامل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان مفيش حد بيتعلم جديد، مفيش حد بيتمنى مشاريع التدريب. عايزين ندرب الناس. واتكلمنا كتير في ماشي. ما حدش سمعنا. وحاجه ثانيه، الشغله ما كانتش مجزيه على العامل، كان بيعاني عشان كده. مش بالظبط كده. وما عندوش حوافز. الناس اللي عنده شهاده صحيه لو تعب يوم ما لقيش ياكل، معنى صح كده؟ مظبوط. ما عادش يوديه للدكتور. مظبوط. فاحنا دلوقتي بنعاني ان احنا المهنه دي هتنقرض، فاحنا عايزين نحافظ عليها. حاضر. احنا قلنا رسالتك ولعلها تصل. حد يتمنى مشروع التدريب. ونتمنى كتير من المعارض عشان التسويق، عشان العمال طبعا. ماشي. صباح الفل. صباح الفل. اتشرف بحضرتك. ده مصطفى الاونر بتاع كرافتنج لاب. ايه بقى كرافتنج لاب يا عبد الله؟ انا بعمل كل حاجه من جذوع الشجر، يعني كل ما يتعلق بالشجر. بدات القصه دي ازاي يعني؟ انا مش عارفه بدات ازاي يعني. مش عارفة. يعني من سنه كده تقريبا. اوكي. يعني سنة بس. مثلا عارفه بتشتغل قبل كده؟ لا. احتجتي للشغل؟ لا. عندك وقت؟ عندي وقت. وقررت تعملي حاجه يدويه؟ فجبتي الجذع الشجر. بس انا بعمل كرافتنج من زمان، بس جذوع الشجر دي بقى لي سنه تقريبا، يعني مجنونه بقى بيها يعني. وانت اللي عملتي ده ابتكارك يا تصميمي؟ وبعدين قولي لي ايه اللي حصل بقى، بدات تشتغلي من سنه ايه؟ جربت بقى، نزلت مكان بيع الخشب بتاع الشجر، وحاولت اول حاجه طلعت اللفصيد ده. وبعدين عجب الناس قوي وقالوا لي لا لازم تعملي حاجه بقى، يعني ما ينفعش كله في بيتك، يعني لازم تعملي حاجه بقى بيزنس يعني. فده اول مره طورتي الهوايه لعمل، وكل يوم يعني بتبتكري حاجات. الحمد لله. بس ما عندكيش معرض؟ لا ما عنديش معرض. بتبيعي اونلاين؟ اونلاين. والمعرض هنا بالنسبه لك كويس؟ جميل. هو طبعا اداني فرصه ان في حد تاني شويه. اول مره. ايه الحكايه دي عملت في حياتك ايه؟ لا ده مش ليا. اوكي. يعني طبعا حمستني للدنيا اساسا، رجعتني للدنيا وخلتني اكسايتد يعني. لا انا طول النهار بشتغل، طول النهار بشتغل. مبسوطه انت بالحكايه؟ وانا مبسوط بيك. مبسوطه ان انا شفتك اساسا. ربنا يخليك. ربنا يخليك. انا عايز اعرف دي صوره اللي في بالي ولا دي صوره خياليه؟ ده دي كوباش. حاجه كده يعني.
انا عجبني قوي ان هو سنه كبير ووشه يعني وجلده مكرمش، انما عينيه شكلها عندها 20 طبعًا سنه. طبعا 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 صوره شكله صورة جميل بس دي طباعه يعني مش مش رسمي يعني. دي بقى لو واحد عايز يطبع صورته ممكن؟ اه طبعا ممكن, ممكن. طب احنا هنتجول بالكاميرا ومعاكي كده، بس ايه نسال عن الاسعار عشان الناس ايه تبقى عايزه تاخد فكره. دي بتاعت شماعة حمام يعني مثلا ولا اوضه نوم؟ اي مكان، ممكن مدخل بيت، ممكن ورا يعني ورا مدخل بيت، ممكن في حمام، بس هي تقيله على حمام يعني. لا دي شماعة اي حاجه بس حلوه جدا. ده ابتكاراتك برضو ولا دي واخداها من حاجه؟ لا لا كلها، بس ده بالذات لا مش واخداها من حاجه، بس ده بالذات الجذع الشجره هو اللي حكم خلاني احس ان انا ان دي ما تنفعش. بتجيبي جذوع الشجر دي منين؟ من اماكن كتير بقى السبتيه، من اماكن. شوفي الحاجه هي تلهمك زي ما انت عامله المرايات دي. ده جذع شجره طولي، انا اسماء يعني هم المفروض يتعلقوا جنب بعض بس هم عشان ملوش مكان هنا. فرصه سعيده جدا، شكر جدا. دكتورة هناء دي صديقتي، كل ما اجي المعرض من غير كاميرات ده اجي انا فبقابل الدكتورة وبسعيد بيها جدا، بتعمل حاجات بايديها وهي دكتورة فعلا طبيبة. مظبوط. ايوه استشاري اشعة تشخيصية. وبعدين اللي حصل؟ بس انا ريتاير خلاص، السن بيجري بيا. لا انت لسه صغيرة وامر خلاص. ايه اللي خلاكي من الاشعة والطب تخشي المجال؟ اخش المجال، هو انا كنت خشام الاول، والدتي رحمه الله عليها كانت فنانه، ولما الام بتبقى فنانه والجده زي بتوع زمان الاولاد بياخدوا منها غصب عنهم، ودي رساله بقولها للناس. فانا اخذت خشيت الطب صحيح لكن في دمي. اول ما خلصت الطب درست خياطه عشان احب الدراسه قوي. وانت بتشتغلي دكتوره؟ وانا دكتوره درستها بس وعملت بقى جهازي وفساتين، بقيت اعمل لجوزي بنطلونات وانا صغيره، واقول له لما تجيلي المستشفى ما تقولش انا اللي عاملاهم عشان هبقى مكسوفه الدكتوره ما صحش. ويقولوا لي ايه زمايلي مش شايفين الالوان دي في السوق اللي الدكتور لابسها؟ شفت قد ايه؟ المهم يعني انت تشتري الصوف وتعملي له بنطلون؟ كل حاجه، الكتان والحاجات، كل حاجه والله. وبعدين بعد كده خلاص بقى جت الاولاد، وكنت بشتغل هارد، كنت في سعودي اريبيا في السعوديه واستشاري اشعه تشخيصيه وبشخص، درست الموجات الصوتيه في امريكا، فمسؤوليه تشخص الامراض وكده. نسيت ارضم الابره من كتر المسؤوليه، نسيت لضم الابره يعني كنت ما الوقت عدى وهي شغاله. رحت بقى اولادي راحوا امريكا من 30 سنه عشان يدرسوا، خلاص هم صغيرين ياخدوا هاي سكول، شفت الحاجات دي حبيتها. رجع حنينك بقى للماضي. بس لا بس هقول لك على حاجه كويسه، لما رحت سنه 82 ادرس في الموجات الصوتيه في امريكا لقيت واحده قاعده بتشتغل الحاجات دي، اول مره اشوف الحاجات دي هناك حقيقه. قلبي انهلى علي، هل تصدق ان هي بعتت لي ازاي اعمل الشغل ده ستيب باي ستيب للسعوديه؟ طبعا ما عملتش عشان انا مشغول عندي مسؤوليه. لما كبرت بقى وكده والولاد كبروا والمسؤوليه وقفت شويه رجعت الحكايه. انا متمتعه بيها جدا، بعمل كل حاجه، عامله لي تواصل مع المجتمع كله، كل الناس انا بحبها وايه بتحبني، انا باجي كاني يعني مثلا مصر حبيبتي. هي نجمه كبيره هنا انا طبعا. والناس مبسوطه ومقدره الشغل، وبوري ان مصر فيها حاجه حلوه، وان الانسان يقدر في اي سن وفي اي وقت يبدع، ده ابداع، بس لازم يدخل فيه دراسه، لازم يعمله بحب، اهم حاجه الحب. طب انت عندك معرض هنا في القاهره؟ انا ما عنديش معرض، انا في بيتي، انا يعني ساكنه في 6 اكتوبر في مينا جاردن سيتي. لا ممكن عندك مكان بتعرض فيه؟ مكان بتعملي اسمه اوبن داي. اوبن داي مش بعمل، لا ما بعملش، انا دوب بشتغل عشان اطلع الحاجات دي 24 ساعه بشتغل، مش بشتغل لوحدي. وبدل ما انزل معارض. وده ياخد منك قد ايه يا دكتوره؟ ياخد كتير. شوف ده 2000، شوف ده جمال، بص شوف جمال ده، ها شوف جمال ده، شوف حضرتك يعني ده فيه 2500 قطعة تقريبا، وفي ديزاين وفي ترتيب تجميع القماش والتنسيق، ده حاجات حلوة يعني. أنا يعني مش عارفة أقول إيه، أنا بحب حاجتي الناس بتحبها. وإحنا وبنحبك كمان. وأنا فرحانة إن أنت كمان. ربنا يخليك يا دكتورة. شكرا جزيلا يا دكتورة.
يعني غاية ما تمناه بني آدم زي عجز، غاية ما تمناه من العروض اللي بنقدمها دي إنه تترك عند حضراتكم أثر كويس، وتعرفوا إنه يعني هقعد أعيد نفس الكلام، لكن هو هي جملة واحدة، إن طول ما في نبض في الإنسان وطول ما ربنا مديله عقله هذا الكنز العظيم يقدر يعمل حاجات كتيرة. دكتورة في الأشعة ومتخصصة، لكن وجدت نفسها في الحكاية دي وحققت زي ما هي مشهورة جدا، يعني كل ما نروح الدكتورة معروفة هناك وبتعرض. على فكرة هي زباينها قليلين لأن حاجاتها أسعارها غالية، للهاند ميد بتقولك اللحاف ده أو الكوفرتا دي 2500 قطعة قعدت عملتهم، ومش بتحطهم جنب بعض، بتعمل بيهم شكل جميل وبتعمل بيهم جهد جبار. وهي مش محتاجة فلوس على فكرة، لكن محتاجة تكون، محتاجة تكون موجودة. بتقولك عملت لي تواصل اجتماعي كبير جدا، ولذلك هي في المعرض من الأماكن اللي بيعها قليل، لكن هي بتحقق لنفسها سعادة خاصة، وفي نفس الوقت بتقول للناس من خلال حاجة هي ما بتقولهاش، إنما تصرفها بيقولها، إنه الحياة طول ما هي موجودة الإنسان يستطيع إن هو يجد لنفسه فيها مكان مهما حد زنقك في الحيط. تفلك كده، اللي شاف العالم امبارح، شفت شعبان جري من تحت رجلي امبارح عشان يشوف شغله. لازم دايما في حاجة تلاقي او تستطيع من خلالها انك تحقق جزء من احلامك. شيخ احمد الملكي معانا بعد الفاصل، هنتكلم اليومين دول في هيصه يوم السلام العالمي والبتاع يعني حاجات انا ما بحبهاش خالص لانها كلها مش حقيقيه. العالم بيقول سلام اجتماعي وبتاعه، بيعد قنابل وبيموت هنا وهناك زي ما هو عايز، لكن انا فكرت مع الشيخ ان احنا نتكلم عن السلام الداخلي. ازاي انت تستطيع وسط صراعات وتفاصيل الحياة المزعجة جدا جدا ان تقبض على يعني ولو شعرة من هذا السلام حتى تشعر بالاطمئنان اللي يغذي حلمك، مع الشيخ احمد الملكي ان شاء الله بعد الفصل.